Mini studio. عم بقرا كتاب كتير حلو، بدي فرجيكم اياه. كتاب بالعربي اسمه أكبر وأصغر. شو قولكم، كتاب عن الأضداد؟ لا أبدا، هيدا الكتاب بخبر قصة فيل كبير اسمه بان وأرنب صغير اسمه سهام أرنبي، وقصتهم سوا كتير مهضومة، بحبوا بعض كتير، بيلعبوا دايما سوا حتى بالسبق. هو كتير كبير وهي كتير صغيرة، كانوا يلعبوا غميضة كمان، وكانوا يأكلوا سوا تفاح ويتسلوا ويلعبوا بالجنينة. ومرة سهام عزمته لبن على بيتها، بس أكيد بيتها كتير صغير، فهو أنجأ كان يقدر يفوت خرطومه تيقعد معه. ما رح أخبركن شو رح يصير، أقولكن رح يتزاعلوا ولا رح يضلوا أصحاب، هيدا رح نشوفه بباقي القصة، بس أنا ما رح أخبركن إياها. أكبر وأصغر، كتاب مهضوم. هيدا رح يبلش حلقتنا اليوم، بس كمان في شي تاني لازم اليوم نحكيكن عنه. أصحاب كتار عم ينطروا تيشوفوا إذا عم نفتح صندوق البريد وإذا عم نفرج صورتهم أو رسمتهم أو كمان رسالة بعتولنا إياها. تعالوا نفتح صندوق البريد ونشوف سوا مين منكن رح يربح معنا هدية اليوم. صندوق البريد في بقلبه كل شي، كل يلي بتبعتولنا إياه عبر الإنترنت أو عبر البريد كمان، مثل مثلا صور جو كادموس. جو بعت لنا صورته وهيدي صورته، بنقول له مبروك لأن رح يربح معنا. فإذا مع هالهدية لجو منبلش حلقة اليوم. مبروك، ربحتوا لعبة تقديمة أبو شبكة. مبروك، هديتكم من جيلي بالي أكسسوريز حلوين كتير. هاي جيس كلوي، سافا؟ سافا. ليك شو جبت؟ كتير حلوة هالبلانت. شفتي شو حلوة؟ يا انت كمان حتى دي فلور عجبوك؟ شو ستايلش؟ كتير حلوين. لقيت عندك كتير اكسسوار فيهم فلاورز، فقلت هيك بغير شوي ستيل. هلا مين؟ هلا اليك. عن جد؟ دايما نفكر فيك انا. ميرسي برنسيس. طيب بدنا نجرب نخترع شي موديل. بنحط هيدا، بما انه انت بتحطي الشي على راسك. بتحطي لي على راسي؟ اوكي. هيك بتصير اوكي. اذا بتزبط. هيك بتصيري هواين على مزبوط. اوكي، وبحط الكوليه. لا بدي احطها بايدك. اوكي، فيك تحطيها كوليه كمان. انت بتعرفي بتغيري، فيك تحطيها هيك وهيك. بعد في واحد اذا بدك. ها هيدا كوليه، هيدا كوليه. صرت كلي كورود. شو بدي اعمل؟ شي بحب الطبيعه انا. طيب خبريني خبريني شو كنت عم تعملي اليوم؟ يوم برنسيس جيسيكا رحت على الطبيعه. كنت قاعده هيك بالطبيعه وعم اتفرج على الزهور، شوي بشوف نحلة غطت على الزهور ولحقتيها ورحتي وشفتها كيف كانت عم تمتص رحيق الورد وتاخده على الأفير تبعه وتحوله لعسل. ايه مزبوط، بس تعرفي انه ما بيعقصونا اذا ما بنعملهم شي. اكيد، بس اصلا انت دليتك بعيدة عن الأفير، فاذا اكيد ما رح يأذوك. ايه اكيد، بس تعرفي انه بس بدنا نستخرج العسل دايما دايما لازم نحمي حالنا، نحط شي على راسنا وعلى ايدينا تما يعقصونا. اكيد لازم نحمي حالنا، بس اذا بالغلط عقصتنا شو بنعمل؟ بنحط ثوم. مزبوط، هيك انت تقلي ستة من زمان. ايه مزبوط، ما انا هيك قالت لي ستة مشك حافظتها. طيب هلا بدنا نشوف شو في بالبوكس. صورة أو رسالة أو ليك؟ انا بقول صورة. ايه خلص رسالة. اوكي، هلا بدك تحذري من تبي ولا من بنت؟ بنت. مزبوط. اوكي. نور علوني بعثت لنا هيدي الرسالة، بتقلنا انه كثير بتحب ميني ستوديو وبتحضرنا كل يوم. نحن كمان بنحبها كثير ونحن كثير مبسوطين انها بتحضرنا كل يوم، بنبعث لها بوسة كبيرة. مبروك، كيدز تينز جايد هو هديتكن لتقدروا تعرفوا وين فيكن تروحوا وشو فيكن تعملوا بلبنان. J'étais bien en vacances.
together, oh yes, we dance on the bay. في كتير عالم وقت يكون في زهور حواليهم مثلي أنا بيعطسوا كتير، هيدا الشي لأنه عندهم حساسية على البولين تبع الزهور. هلا أنا بعرف إنه البرنسسات معبيين الدنيا كلها زهور، سو ما بعرف من هلا لإمتى رح أعطس. أنيهو، بما إنه اليوم عندي تجربة أعملها، نقيت أعملكم تجربة عملتها من كم يوم. قلت لكم من كم يوم إنه حطيت بقلب جات مي وفي بقلبه نشا درق. هلا حطيت اكثر نشا بقلب كبايه وحطيت مي بس بكميه قليله. رح فرجيكم شو بيصير وقت اخبط على على ال... على سطح المي. شوفوا شو بيصير. اصابعي ما عم بيفوتوا بالمي، مع انه اذا بعمل شوي شوي اصبعي بيفوت وبيطلع شوي معه. هلا اذا برجع بخبط شوفوا انه ما عم بفوت اصبعي، واذا بفوت اصبعي على مهله بفوت وبيطلع. انتو فيكن تجربوا هالاكسبيرينس بالبيت لانه كتير حلوه وكتير هينه، بس بتحطوا نشا بكميه كتيره ومي بكميه قليله وبتشوفوا انه وقت تخبطوا على سطح المي ما بفوت اصابعكن بالمي، مع انه وقتها تعملوا شوي شوي بفوتوا اصابعكم. وهلا بما انه كنت عم بحكيكم عن التعطيس رح فرجيكم فيديو كثير مهضومه رح تضحككم كثير. أنا لو حدا عطس بوجهي كنت شلت إيدي وصفقت كابت. أنيهو، إن شاء الله تكونوا حبيتوا هالفيديو، بشوفكم بكرة. مبروك هديتكم من ميني ستوديو، هي تقدمة بيير روجي، ساعة حلوة كتير بتلبسوها ودايما بتفكروا فينا. ميني ستوديو، ميني ستوديو. أنا وقت أكبر بدي أصير معلمة، وبعد الظهر بدي أغني بميني ستوديو. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. إلي فرحات عمره 8 سنين، أكتر شي بيحب النتس شو؟ وما بيحب أبداً فريق برشلونة. أنتوني مرعي عمره 8 سنين، أكتر شي بيحب التايكواندو وما بيحب أبداً الغنى.
مثل كل يوم انتم على موعد مع 1 minute at BLF لابي من بنك ليبانو فرانسيز اللي عم تخليكم تربحوا يوث باكج الهديه اللي صرتوا كلكم تعرفوها. واليوم معنا مشتركين تعرفنا عليهم كلنا سوا ورح نبلش مع اول مشترك اللي هو انتل. ستارت جيم 50 ألف 30 100 25 ألف 35 ألف 200 و 1000 ليرة 72 156 370 خلص الوقت أنتونيو، أنت قدرت تجمع 3205 نقط. إدي أقولكم رح يقدر جمع إلي، رح نشوف هلأ كلنا سوا. Play again 100,000 10,000 2000 60,000 52,000 121 155,000 خلص وقتك إلي وأنت جمعت 1935 نقطة، يعني إلي أنت ما ربحت لأنه السكور تبعك كان أقل من سكور أنتوني، أنتوني أنت اللي ربحت مبروك، وإلي ما رحت في الخسران ورح تربح هدية صغيرة من بنك ليبانو فرانسيز، هلا كلنا سوا رح نقول مبروك لأنتوني ورح نشوف شو ربح. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار، مبروك! وتأكبر بدي يصير حكيم، بدي يكون عند الطيارة لأبرم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. ما تخافي، ايه وصيت علي على الانترنت؟ لا ما تخافي، باسمك واسمي اكيد كل الناس رح يندوخوا، تاخد العقل. ولا ما تخافي مش رح فينا نحملها انا وياكي، انا ناطره ردون هلا بقول له وصل على المحل وهيك بالافتتاح بتكون بنص الساحه. ايه اوكي يلا هيك توصل ردون، يلا هلا برجع بشوفك. باي. مرحبا. ايه ردون وينها؟ احضري حذري هيئتها ورا البيب، بس ما يقوم حدا ياخذها. ردو وينها؟ محزرتي يا شبوني، محزرتي. الهيئة كبيرة وحلوة كتير، ما فاتت من البيب. لا بتطير العقل، بتطير العقل يا شبوني عن جد رائعة. أنا ودبخت، مش أنا بس، العالم كله. إيه؟ العالم كله اندبخوا فيها. عجبتك يعني؟ إيه؟ عجبتني. شي بطير العالية شوفوني عشان انا صدمت فيها. طيب قل لي وينها؟ وين الباقة؟ حبيبتي مش باقي الا هيدا من الباقة. نعم؟ ايه لا ردو ما تمزح معي هلا. وين الباقة؟ جد مش عم بمزح يا شوفوني. لحظة رح خبرك. روقي طولي بالك. انا شو قلت لك؟ انا ما قلت لك يا شوفوني خليني روح بالسيارة اجيبها. ايه ردو بتتكسر بتوقع وبتصدق ومدري شو، بعرفك انت ورش. ها حملناها خلصناها من عند الفلوريست هذا تبع الورد، جبناها وانا ماشي على الطريق دوخت فيها العرب كلها. ردو بدي اخذ ورده، تكرم عيني. لا شوفوني، لا ما فيك تاخذي ورده. صارت كل وحده ورا وحده وواحد ورا واحد، تك 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 تك
وردة ولا وردة أبقالك إلا كم وردة. هيدا ما بدو يسمع من رضوة. طب شو بعمل لك يا شوفوني؟ ما تصبت عيونك وتبتع عيونك هيك بتبرز أيهم. خلص شوفوني شو بدي أعمل؟ رضوة لحظة ما بدلش تصرخي شوفوني. لك رح أنا رح أحفل لحالي، بس بدي أقول لك شغلة قبل ما أفل. هذا تبع البرد، المسيو تبع البرد طالب تليفون منك ناطره، لأنه بده ياخذ رأيك بالبوكيه. قولي له إنه كتير حلوة، بتاخذ العقل وبتطير العقل، بس 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 شوفوني وعديني إنك رح تعملي هيك. عيب، لأنه هو طلب مني وبعرفك إنك أنت رادون في من هون هلأ. بس بدي أقول لك شغلة عن جد، بتطير العقل. ها يلا. مهضوم رادون صار يوزع كل الزهور لكل الناس يلي على الطريق. تصوروا انتم ماشيين ورادون هيك عم بيوزع لكم ورده، بس طلعت شوفوني بلا بوكي وبلا زهور. رح تزعل قولكم؟ لا ما بتزعل منه، بتحبه كثير. طيب انتم ما بتحبوا شي مره رادون شوفوني يجوا على عيد ميلادكم؟ اذا بتحبوا هالشي اتصلوا فينا على رقم 03-85-86-87. وهلا قبل ما تنتهي حلقتنا كلنا سوا رح نروح على ارشيف الام تي في ونشوف بليتس ريمبر قسم صغير من مسرحيه اسمها لا ليجوند دو فانتوم بريزونيي. تعالوا نحضر سوا وبعدين بنقلكم باي وبنشوفكم بكره بحلقه جديده. باي. Tu parlais Kiki, hein? Je suis simplement perdue, mais comment connaissez-vous mon prénom? Je suis la sorcière dans cette maison. Et je sais tout ce qui se passe ici. Donc, tu vas arrêter ton manège de fille perdue et tu vas rentrer chez toi. Rentrer chez moi, oui, mais avec le gardien des songes. Puisque tu sais tout, tu devrais être au courant du but de ma visite. Oui, je sais. Tu es là pour le libérer, ton prince charmant. Mais il faut avant tout le retrouver. Et ceci est plutôt difficile. Je n'ai pas peur de vous et je le retrouverai. Et comment tu comptes faire? Tu es toute seule ici, sans personne, abandonnée dans la nuit froide de la maison hantée. Je ne sais pas encore. Tout ceci m'amuse beaucoup. Écoute, Kiki, j'ai un jeu à te proposer. Si tu retrouves ton gardien avant les 12 coups de minuit, tu seras libre de rentrer chez toi. Et si tu ne le retrouves pas, tu seras transformé en statue à tout jamais. Tu feras un bel objet décoratif, exposé dans ma galerie, au milieu des toiles d'araignée de la poussière. Et tu dormiras dans un sommeil éternel. J'accepte votre jeu. Jusqu'à minuit, il ne me reste plus que 2 heures. Il faudrait que je me dépêche pour le retrouver. Yo.